نزولي هو رجوع الشرعيه، لنا عده مطالب، رجوع الشرعيه، رجوع الدستور مره اخرى اللي اغتصبوا المغتصبون الانقلابيون بقياده السيسي، ورجوع كل ما كان قبل 30 يونيو. نعم خاطر برضه رجوع الشرعيه والدكتور مرسي وبعد كده محاكمه كل السفاحين. ماشي يا اسكتكم. قوات الامن قالت ان الشرعيه الثوره دي الكلام ده سمعناه كتير، وبعدين لو فضل الاعتصام يعني فضل الاعتصام ده على جثثنا اصلا، وبعدين احنا مش هنتحرك نتكلم الا لما الدكتور مرسي يرجع وهو اللي من حقه يتفاوضوا ولا اي حاجه. ساره بحيري، والله لكل الناس اللي بتصدق يعني الكلام ده انا بقول لهم ينزلوا يشوفوا بنفسهم، احنا حتى بره في الشوارع سلميين، فهنكون جوه معانا ايه يعني؟ احنا كل اسلحتنا بس هو صوتنا اللي بنقول بيه يا رب وبنقول بيه هي لله هي لله، وهو بس كده يدي الساحه. حنان حسام، نزلنا علشان نطالب برجوع الرئيس مرسي والشرعيه ترجع لينا. احنا لما نزلنا وعملنا انتخابات وعملنا ثوره 25 يناير ما عملناش علشان نرجع النظام القديم تاني، ما نزلناش واتقتلنا واتقتل مننا ناس كتير علشان نرجع نقول نرجع النظام القديم والشرطه ويضربوا فينا من غير اي سبب، والاعلام الكذاب اللي كل حاجه بيطلعها كذب بيقول ان احنا اللي بنقتحم وان احنا اللي بنضرب وان احنا ارهاب. انا هو فمش معايا سلاح. جات لي جاي من كل العالم ودخلت وشافت الاعتصام وقالت ان الاعتصام ما فيش فيه اسلحه، هم عايزين يفوتوا الاعتصام بتاعنا، ينزلوا ورونا الاسلحه اللي عندنا. اقول لمرسي ان شاء الله رب اثبت يا ريس، اثبت راحه، اثبت ووراك ملايين يا ريس، وبقول للسيسي يا كلب يا حمار يا خاين. يا سيسي احنا مش عايزينك، احنا بنحب رئيسنا واحنا عايزين رئيسنا يرجع. عايزين اسلاميه، لا علمانيه ولا غربيه ولا شرقيه. قول ايه يا رئيس مرسي؟ ايوه اثبت ان شاء الله الحق راجع، وان شاء الله انت راجع قريب باذن الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. صوت ماما وبابا اللي هم نزلوا، ان هم نزلوا قالوا في انتخابات خمس مرات في الدستور وفي الانتخابات وفي انتخابات دكتور مرسي مش هيروح هذا، سواء انا كنت مع الدكتور مرسي او مع ضده، انا ليه صوتي يتداس عليه بالبياده بتاع الجيش؟ ليه كل حاجه احنا بنعملها في الاخر بتقع برضه في ايد الجيش؟ هقول له بص يا فريق السيسي احنا مش هنمشي، احنا مش هنمشي غير والدكتور مرسي هو اللي هيصلي بينا ان شاء الله وهنحتفل معاه ومش هنمشي. ايوه انا ثانويه عامه، انا ثانويه عامه هجيب كتبي وهجيب والمدرسين بتوعي وهننزل اذاكر في الميدان، ومش هتوقفني حاجه ابدا ان انا اذاكر هناك في الميدان لحد ما الدكتور مرسي يرجع ان شاء الله معاه. شكرا.